وأبدت رغبتها. الموضوع الآخر اللي تواصلت فيه معاي، تخيلوا هي محامية وعملها كمحامية، ولكن أيضا الجانب الإنساني، ماسكة قضية أحد الأخوات عليها مبلغ كبير، تورطت في كورونا وتسكر مطعمها وعندها مشروع، فلما شافت أن ما في حيلة القضية عليها اتجهت أن كيف تقدر تجمع مبلغ لأن تخرج هذه الإنسانة من الحبس. السلام عليكم أستاذ، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ أنا أعتذر على الإزعاج، أنا آسفة، ما توقعت أنه خارج البلد. يعني عندها مطعم وفلست بسبب كورونا، فالحين صادر عليها أمر ضبط. هي كانت قالت لي أنه بحكم أن أنا محاميتها أنه إن بتلقأ لك علشان تسوي لها مثل إعلان كذا للناس أصحاب الأيادي الخيرة أنهم يساعدوها في سداد هذا المبلغ. قاسة أحاول بكل الطرق أنه إذا في مبالغ نقدر نساعدها ندفع عنها. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة.